ضمن خطط التطوير بميناء المكلا، رافعات جديدة مخصصة لتداول الحاويات تدشن العمل بها مؤسسة موانئ البحر العربي، في خطوة تهدف من خلالها إلى طمأنة الخطوط الملاحية الدولية والقطاع التجاري بسير العمل بكل سلاسة في الميناء بعد نحو شهر من رصد طائرة مسيرة فوق أرصفته. نحن سعداء بهذه الهدية كونها بتعمل تغيير أو بتحدث التغيير في عمل الميناء، وخاصة في الظروف هذه الصعبة، الظروف التي تعرض لها الجانب الملاحي لتهديد من الجماعة الحوثية، فبتكون هذه ردة عليهم إن شاء الله، ونشاطنا لن يتوقف في عمل الميناء. لدينا استعدادات لحماية أمننا وعمل المواني وتشغيل المواني. هذا تعتبر رسالة منهم لتطمين أو لتشجيع العمل التجاري في إطار ميناء المكلا، وإن شاء الله ستحدث هذه الآليات نقلة نوعية، لأنها آليات حديثة مزودة بأنظمة حديثة وتقنية جديدة. إن شاء الله أنها ستضفي خلال الأيام، ستدخل طبعا الخدمة خلال اليومين القادمين إن شاء الله من خلال تدريب الطواقم الإدارية عليها. هذه الرافعات قدمت كمنحة من برنامج الأغذية العالمي، ووفقا لإدارة الميناء سوف تسهم في تسهيل عمليات الشحن والتفريق للحاويات داخل أرصفة الميناء. عودة الميناء للنشاط يعني لا تخدم المحافظة كلها والمحافظات الأخرى، ليس فقط محافظة حضرموت، إنما محافظات مجاورة أيضا محافظات شمالية. أنا معظم البضائع سواء كان الحاويات أو البضائع العامة ومشتقات نفطية أيضا تنزل ونزلت من قبل، يعني تم تفريغها عبر هذا الميناء، ولا زالت عادة هذا اليوم يتم تفريغ عبر هذا الميناء، فتخدم جزء كبير من الوطن اليمني. هذا المشروع هو جزء من الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، يوفر مساعدة غذائية لأكثر من 12 مليون شخص بشكل منتظم لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتهم الغذائية من خلال الاستثمار في الكفاءة، والتي نعلم أن لها تأثيرا طويل المدى على الأسعار، لذلك يسعدنا جدا أن نكون جزءا من هذا المشروع. السلطات في المحافظة أشادت بدور برنامج الأغذية العالمي في توريد رافعات الحاويات للميناء ودعم المشاريع الأخرى في المحافظة، وقالت إنها تلامس حياة المواطنين، الأمر الذي سيدفعها إلى التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.